السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب فيكم مشاهدينا الكرام في برنامج هيلثي لايف الرياضي. من خلال برنامجنا نساعدكم على زيادة لياقتكم البدنية وتعزيز صحتكم العامة وتحسين عاداتكم الغذائية، وكذلك نقدم لكم فقرتين. الفقرة الأولى عبارة عن نصائح عن التغذية ونصائح عن التمارين، الفقرة الثانية نقدم لكم فيها مجموعة تمارين، ومن خلال هذه التمارين نشرحها بالشكل الصحيح والخاطئ على أساس تستفيدون بالشكل الصحيح. اليوم إن شاء الله راح نتكلم عن بعض الأمور اللي هي يصاب فيها الأشخاص الرياضيين، وهي آلام المفاصل. أول شيء طبعا الكل عارف آلام المفاصل تأتي حق الأشخاص الرياضيين بشكل متفاوت، وممكن يكون عنده التهاب بالأوتار أو يكون عنده التهاب في المفاصل، فبالتالي يحتاج فترة علاج أو طريقة علاج تساعده على تخفيف هذه الآلام. أول شيء طبعا لازم تعرف أو تفحص هل عندك البي 12 ناقص أو فيتامين بي 12، هل ناقص عندك أو لا؟ لأن إذا كان ناقص عندك هني راح يسبب لك آلام في المفاصل، فبالتالي أنت هني تحتاج أنك تتأكد من هل بي 12 ناقص عندك أو لا. أيضا عندك هذا الفيتامين اللي يساعدك على إعطاء اللزوجة في ما بين المفاصل اللي تخفف لك الآلام، وطبعا طريقة علاجه فيه على طريقة حبوب أو أنك تأخذها عن طريق مثلا أوبر في بشكل موضعي، فبالتالي تساعدك على تخفيف الآلام. أيضا في عندك بعض الحبوب اللي هي الكركم أو حبوب الكركمين يسمونها، فهذه الحبوب تساعد على تخفيف أيضا الآلام. ولكن نأتي حق السبب الرئيسي. السبب الرئيسي وهو أول شيء رفع الأوزان. رفع الأوزان بصورة كبيرة هذا من إحدى الأسباب اللي تسبب لك آلام المفاصل. وأيضا في نقطة أهم واللي هي التكنيك الخاطئ، الطريقة الخاطئة للتمرين. يعني أنت لما تلعب بعض التمارين بطريقة خاطئة مرات يكون الريسك أو التركيز أو القوة على المفصل نفسه ما تكون على العضلة، فبالتالي عملية الشد وعملية التركيز راح تكون على المفصل، فهذا أمر خاطئ. أنت هني قاعد تسبب حق نفسك إصابة، قاعد تلعب بالطريقة الخاطئة، على أساس لازم تلعب بالطريقة الصحيحة بحيث أن الحمل أو العضلات أو الريسك يكون على العضلة نفسها ما يكون على المفصل. فأنت هني عندك أول شيء اللي هو رفع الأوزان وأيضا التمرين بالطريقة الخاطئة. هذه من الأمور الكثيرة اللي نشوفها في النادي، وممكن بعض الأشخاص ما تكون عندهم الخبرة الكافية فتسبب لهم هذه الآلام، فأنت بالتالي حاول قدر المستطاع أنك تختار الطريقة الصحيحة لكل تمرين، وتعرف هذا التمرين راح يستهدف لي أي عضلة بجسمي على أساس أشعر فيها أثناء التمرين. زين، كيفية التخلص من هذه الآلام؟ أول شيء تراجع الدكتور المختص لهذه الحالة على أساس هل يقولك ممكن عندك آلام في، ممكن مرات ما راح يكون في المرفق، يكون عندك الأوتار نفسها فيها التهاب، فبالتالي راح يصرفك العلاج المناسب حق هذه الأوتار، على أساس يقولك ممكن ريح 10 أيام إلى 5 أيام أو ريح يومين وأخذ العلاج شوف هل إيدك خفت أو لا، أو مثلا المكان اللي فيه ألم خف أو لا، من بعدها تراجعني. فهني يعطيك خطة مبدئية أنك تمشي عليها، فأول شيء على أساس تتخلص منها تراجع الدكتور المختص لهذه الحالة. من بعد ما تراجع الدكتور المختص حاول أنت كشخص أكيد راح يقولك طبعا قلل من الأوزان، حاول تلعب بالطريقة الصحيحة، حاول أن دائما أوزانك تكون قليلة ولكن بعدد التكرارات بحيث أن تخف عليك الإصابة، من بعدها رد أرفع أوزان. وأيضا بعض الحالات ممكن يحتاج اللي هو الضبابة على أساس أو الباند اللي دائما ينحط في المكان نفسه اللي يساعد على يكون سبورت أو تدعيم المفصل، فبالتالي يخفف لك أيضا قوة الألم. فأنت هني حاول تبتعد عن الطريقة الخاطئة، حاول تبتعد عن الأوزان العالية جدا اللي تسبب لك إصابات. لما تتمكن من رفع الوزن هني ارفع الوزن على اساس ما تسبب لك هذه الامور. اصبت في هذه الاصابه راجع دكتور، امشي على الخطه العلاجيه بشكل صحيح وخفف اوزان، وان شاء الله راح تتشافى من هذا
أو من هذه عفوا الإصابة، وهذا كان موضوعنا لهذه الحلقة، أتمنى الجميع استفاد منه. تابعونا من بعد الفاصل بتمارين جديدة. رجعنا لكم مشاهدينا الكرام من بعد الفاصل، راح أقدم لكم مجموعة تمارين مع الجهازين الموجودين معنا في هذه الحلقة أو الثلاث أجهزة. أول شيء البنش العالي زائد الدامبلز زائد اللي هو سير المقاومة. طبعا هذا التمرين ممكن أنك تستخدمه كتمرين منزلي، تضيفه بتمارينك المنزلية على أساس يساعدك بشكل كبير على إضافة تمارين جديدة في المنزل عندك. راح تضيف أو أستهدف عضلة الظهر في هذا التمرين. لاحظ أثبت الجسم بهذه الطريقة، أحرك الذراع بهذا الشكل، أو أيضا تقدر تثبت الجسم بهذه الطريقة وبهذا الشكل، ولكن أنا حاب أزيد من المدى الحركي للذراع نفسها، فبالتالي راح يسحب ذراعي بهذه الطريقة. فكثر ما سحب الذراع شدت عندك هذه المنطقة من منطقة البيطان. لاحظ 1 2 3 1 2 3 4 وأيضا في 10 تكرارات. هذا التمرين الأول. التمرين الثاني لاحظ راح يكون تمرين اللي هو حق عضلات الأكتاف الخلفي، نفس زاوية أو أغير زاوية الجسم أو الكرسي نفسه، فيغير زاوية جسمي، فبالتالي لاحظ أغير زاوية الذراع فقط. 1 2 3 طبعا الحلو في هذا التمرين أن الجسم يكون ثابت، يعني حتى لو كان الوزن ثقيل معاك راح يساعدك الجهاز أن يثبت جسمك بهذه الطريقة، تسحب إلى الأعلى. وايضا الاهم في هذا التمرين لاحظ انك اثناء سحب الذراع تكون بهذا المستوى، يعني اذا سحبت بهذا المستوى انت هني استهدفت عضله البيطان، لا استهدف عضله الاكتاف الخلفي بهذا الشكل. 1 2 3 عدد التكرارات راح يكون 10 تكرارات في 3 جولات. هذا بالنسبه حق التمرين الثاني. التمرين الثالث راح استهدف فيها عضلة الباي. 1 2 3 لاحظ بنفس الطريقة، ما غيرت الكرسي، ما غيرت الأجهزة، ما غيرت المكان، فقط غيرت استهدافي حق اليد، بمعنى أو استهداف عضلة أخرى بهذه الطريقة، وحاول قدر المستطاع أن المرفق يكون ثابت بجانب الخصر. 1 2 3 إلى 10 تكرارات. طبعا هذه التمارين استهدفت أماكن متنوعة في الجسم أو عضلات متنوعة في الجسم، وأيضا في تمارين أخرى تقدر تضيفها في هذه الطريقة للتمارين. وإن شاء الله استفدتوا من هذه التمارين في هذه الحلقة. نلقاكم بحلقات مقبلة بتمارين جديدة.